واحنا بنتكلم عن السياحه وجمال مصر هنروح معاكم لحمله مميزه جدا اطلقتها وزاره السياحه والاثار ممثله في الهيئه المصريه العامه للتنشيط السياحي، حمله اعلانيه للترويج للمقصد السياحي المصري خلال مباريات الدوري الانجليزي، واللي بدات خلال مباراه فريق توتنهام وبرايتون اللي اقيمت على استاد برايتون واللي هتستمر لحد يوم 13 نوفمبر اللي جاي. الحمله هدفها ترويج لمصر داخل الملاعب من خلال وضع اعلانات عن المقومات والمقاصد السياحيه المصرية المختلفة على لوحات طبعا موجودة بالاستاد المضيف للمباريات، بالإضافة إلى بث هذه الحملة على القنوات الرياضية المتخصصة والمشهورة بالمملكة المتحدة. تفاصيل أكتر هنعرفها من أستاذ وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة السابق وسفير الإرشاد السياحي في العالم من منظمة الإرشاد السياحي. صباح الورد يا فندم. صباح الفل والياسمين وكل حاجة حلوة. صباح الورد على حضرتك. لو نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر عن الحملة دي. طيب صباح الورد، انا عاوز اقول حاجه بس لو تسمحي لي اعلق على المداخله اللي كانت قبليه بتاعت الدكتور فرانسيس امين، وحاجه تخص حضرتك. انا عاوز ابرئ ذمه الاعلام المصري تماما تماما تماما، لانه في حمله كده غريبه بتهاجم الاعلام المصري انه مش مهتم. انتوا كنتوا فين من الحفله دي؟ احنا موجودين من امبارح يا فندم، الاعلام كله بيتكلم عن الحفله من امبارح. بالظبط، بس انا عاوز اقول حاجه، هذه يا جماعه حفله خاصه وتم التحضير ليها مش قبلها ب 24 ساعه ولا بست ساعات، الموضوع ده بيتم التحضير ليه بقاله 9 شهور. وعلى فكره في بيت ازياء تاني كبير جدا العالم كله يعرفه جاي مصر وجاي الهرم في ديسمبر، والعجله هتبدا تتحرك. هو احنا ليه دايما دي حفله خاصه؟ الراجل ده عزم شخصيات زي ما هو قالك بيوت المال، صناع القرار، الناس اللي يعني بتيجي بطيارات خاصه دي ناس تانية خالص وموضوع تاني خالص وصرف تاني خالص وفلوس تانية خالص للدوله. الدوله استفادت من اللاندنج وخدمات الارضيه بتاعه الطيارات دي على الارض. الدولة استفادت من الفلوس اللي اتدفعت والناس دي بدأت تطلع. احنا لازم نستغل ده للترويج طبعا لكل مقاصد السياحية. عارفة حضرتك ايه؟ دلوقتي، لكن ما امسكش واقول هو الإعلام المصري كان فين؟ الإعلام المصري ما يقدرش يروح يحشر نفسه بالعافية يخش حفلة خاصة. صحيح. نخش بقى في موضوعنا، أنا بس إيه؟ حبيت أبرئ ذمة الإعلام المصري كله، لأنه حرام إن احنا نهاجم واحنا يعني لا، ما الدنيا التغطيه باينه اهي جميله. لا والحقيقه كمان الحفله حققت غرضها في الخارج، فالحمد لله الغرض تم يعني والمقصد تم الحمد لله. انا عاوز اقول لحضرتك الحجوزات شغاله، الله اكبر الله اكبر، مش حد مش عاوز يتكلم. ده حقيقي. نخش بقى في موضوعنا، الحمله اللي معموله حمله راقيه جدا، حلوه جدا، ذكيه جدا. خدي بال حضرتك الدوري الانجليزي بالارقام عشان كده بقول ذكيه، بالارقام له متابعين وليس في يعني الدوري الانجليزي، يبقى احنا متخيلين ان هو انجلترا بس، لا ده متابع على مستوى العالم كله ومستوى اوروبا، وحتى يعني بالمناسبه احنا حتى هنا في مصر في ناس كتيره جدا بتتابع الدوري الانجليزي ومشجعين للفرق الانجليزيه. صحيح. وعندنا ناس انا عاوز اضيف بس حته الذكاء، انت عندك عامل اعلامي غير طبيعي مش دافع فيه ولا مليم، مش بتاعك. يعني هو بتاعنا احنا طبعا، ولكن مش تعبانين فيه، ما عملناش. لازم يستغل صح اللي هو محمد صلاح. لا خليني بس اقول لك، هو محمد طبعاً. صلاح محمد صلاح لما بينزل اي ملعب الجمهور لازم يغني له، وما بيغني ما بيقولوش محمد صلاح، هو بيقولوا مو صلاح ذا ايجيبشن كينج، يعني بينادوه بجنسيته مع انه بيلعب في انجلترا بقاله سنين. فالحمله ذكيه، ذكاء غير طبيعي. انت عارفه حضرتك ايه؟ زي ما بتقولي اللي هم الناس اللي بتركب الامواج، الالواح على الامواج، فانت عندك موجه جايه وعندك ارتفاع وعندك مؤتمرات، عندك مؤتمر عالمي هيحصل في مصر ان شاء الله. الا وهو مؤتمر المناخ الشهر الجاي باذن الله. طيب بتشوفي بقى مؤتمر المناخ ده ياتيه طبعا رؤساء واعضاء برلمانات ووزراء من العالم كله، وده حدث تاريخي لانه مؤتمر عالمي يجري على ارض مصر. ده غير ان العالم كله قاعد بيبص لك يقول لك ايه، هو انتوا هتعملوا افتتاح؟ الناس قاعده دلوقتي بتسال وبتبعت، اصل انا جاي مؤتمر مناخ وينفع اروح ازور القاهره
واشوف المتحف الكبير. الناس كلها بتسال على المتحف الكبير، ده عندك حدث عالمي كمان هيطلع من مصر طبعا، وهو المتحف المصري الكبير، وهو اهداء للانسانيه. على فكره ده مش لمصر او متحف هيتعمل في مصر، ده هديه مصر للثقافه البشريه في العالم كله على وجه الكره الارضيه. حقيقة. احنا عندنا كميه حاجات ايجابيه ان شاء الله بتطلع من عندنا. الحمله اللي عملتها وزاره السياحه والاثار الان، وهي الظهور داخل الملاعب الانجليزيه اللي الناس بتتابع الشاشات بتاعتها طول الوقت، غير متابعين من جوه الملعب، غير متابعين من شاشات العالم جوه انجلترا او بره انجلترا او في اركان المعموره كلها في العالم كله. حمله رائعه، توقيت رائع، توقيت ذكي، خاصه انه انت اخبارك، ودي مهمه جدا، اخبارك ايجابيه. انت الاخبار اللي عماله تيجي من عندك ايجابيه، انت اثناء ما كان العالم كله مش قادر يخرج من بيوته الا عشان يروح الصيدليه او يروح السوبر ماركت، وفي اوروبا كانوا بياخدوا تصريح، حضرتك كنت بتمشي 22 تابوت ملكي من متحف الى متحف في احتفاليه شارك فيها اهل القاهره. مركب المومياوات، صحيح صحيح. مش كده؟ احنا احنا عمالين نطلع طاقه ايجابيه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما حدش بيسمع اخبار من مصر الا لما بتكون حاجات ايجابيه. انا ببشر حضرتك اهو، بقول لك انه في اكبر بيت ازياء في العالم، طبعا هو رجالي على فكره وحريمي، ولكن ده من اشهر بيوت الازياء العالميه. ديور طبعا افندم، ديور طبعا، ما اقدرش اقول مش هنعمله اعلان يا فندم، هو اللي يعمل لنا انا مش عاوز، انا عارف انه ممنوع، فانا ما رضيتش اقول، لكن ده من اكبر بيوت الازياء في العالم، وله يعني مليارات من المتابعين لاخباره. النهارده الراجل اللي عمل الاحتفاليه في الاقصر ده جاب 500 واحد من رجال المال والصناعه، ده كان فيه بس فنان واحد هندي، لك ان تتخيلي السياحه الهنديه اللي هتجي لنا من هناك بصوره ولا صورتين. دي انا صاحي من بدري الصبح بتفرج على الصور اللي عماله تطلع، كل واحد بيطلع صوره. انت حضرتك قاعده بتتابعي، انا بيجي لي صور عن طريق ناس من اللي هم الاغنياء اللي انا اشتغلت معاهم قبل كده واصدقائهم بعتين لهم، واقول لحضرتك وابشرك هذه النوعيه من السياحه الغاليه بدات تقول الله احنا بقالنا شويه ما رحناش مصر، او خلاص بقى ده الميعاد اللي احنا نروح فيه مصر، لانه شايف عرض ازياء، الناس بتمشي، الانوار الخلفيه مبهره، وال في ناس طبعا اعترضت على انه طب ما كان في سياحه، طب احنا نعمل بس دي إيه؟ ده شيء مهم ان احنا ننوع من انواع السياحه عندنا، زي ما كنا بنقول في المداخله اللي فاتت وذكرنا اسم سياحه اليخوت، ده شيء مهم جدا، لازم يكون عندنا ده ويكون عندنا ده. بالظبط كده، التنويع في الانماط هو شيء مهم، ان حضرتك تقولي انا موجوده في كل حاجه، لو عندك سياحه يخوت اهلا وسهلا، منفعه منفعه للبلد، ده كله بيصب انت علينا حضرتك. في ناس من الذكاء دلوقتي بتقول ايه، لو قطر، شوفي انا بقول لك كلمه اهو، لو قطر مش هيبقى فيها عندها امكانيه لانها تتقبل عدد السياح اللي هيروحوا يحضروا مباراه كاس العالم، نشوف الجداول والناس تيجي مصر وتبقى هي هنا في مصر، تسافر تحضر قبل الماتش، تحضر ماتش في قطر وترجع تاني تكمل رحلتها في مصر. يعني احنا بنبيع دلوقتي سياحه تعالى مصر واحضر ماتشات كاس العالم، يعني انت هتقعد في مصر وسافر من عندنا يا سيدي. والكلام اللي قاله الدكتور فرانسيس امين، قال لك احنا ما عندناش الكام، احنا عاوزين طيارات تاني، ضعف الطيارات اللي بتيجي عندنا تشيل، احنا محتاجين طيارتين ثلاثه من الايرباص 380 الكبيره دي تجيب من امريكا اللاتينيه. الهند بتبعت سياحه محترمه جدا واعداد كبيره جدا. أعتقد أن دي الخطوة الجاية يا أستاذ وليد البطوطي، بنشكرك شكر كبير. أستاذ وليد البطوطي مستشار وزير السياحة السابق وسفير الإرشاد السياحي في العالم، شكرا جزيلا.